آباء الكنيسة الأرثوذكسية يختارون متروبوليت بصرة حوران وجبل العرب قائم مقام للبطريركية. تقرير هيثم خواند. خطى آباء المجمع الإنطاقي المقدس الخطوة الأولى في مسيرة انتخاب خلف لبطريرك إنطاقيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس إغناطيوس الرابع هزيم، وذلك عبر انتخاب مطران بصرة حوران وجبل العرب ساب إسبر قائم مقام بأعمال البطريركية إلى حين انتخاب المتربع المقبل على سدة القديسين بطرس وبولس. القائم مقام مؤقت تحدث بشكل مقتضب عن مهامه القصيرة المقتصرة على الترتيب للجنازة والانتخابات المقبلة. المجمع بيجتمع عادة بعد وفاة البطريرك فقط من أجل انتخاب قائم مقام ليقوم بتصريف الأعمال ويرتب من أجل تحديد جلسة لانتخاب البطريرك الجديد فقط، ما في توصيات، ما حكينا بعد بالجلسة، يعني سيدنا بعده مسجى في الكنيسة. حاليا الاهتمام بترتيب موضوع الجنازة والترتيبات المرافقة لها. وبهذا الانتخاب أصبح إسبر وهو المطران منذ عام 1999 وخريج جامعتي اللاذقية والبلمند صاحب الحظوظ الأقوى في تبوؤ السدة البطريركية في الانتخابات التي يجب أن يتم الدعوة إليها في خلال الأيام العشرة المقبلة كحد أقصى. إلى ذلك تواصلت التعازي بالبطريرك هزيم في دير سيدة البلمند، فيما أعلنت رئاسة مجلس الوزراء الحداد الرسمي على البطريرك الراحل يوم الأحد في أثناء تشييع جثمانه.